هنفضل نحب النادي الاهلي مهما كانت النتيجه ومهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه. كل اللي احنا هنعمله او اللي احنا نملكه في هذه اللحظات ان احنا نساند وندعم لعيبه النادي الاهلي. مره تانيه انتوا افضل لعيبه، مره تانيه احنا واثقين فيكم بشكل كبير جدا جدا جدا. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا مش مضغوطين، والله انا بقول للاعبين استمتعوا بهذه المباراه، لان اللي انا اعرفه طول عمري يعني كمشجع الحقيقه قبل ما اكون لعيب، يعني ان الاهلي هو اللي بيخوف. الاهلي ما بيخافش، الاهلي هو اللي بيخوف. مفيش فريق بيلاعب النادي الاهلي سواء بره او جوه ارضه الا وبيكون خايف من ان هو بيلاعب النادي الاهلي، نادي القرن، البطل التاريخي لدوري ابطال افريقيا، حتى لو لا قدر الله خسرنا هذه البطوله. وبالتالي النادي الاهلي مسافر كازابلانكا كسبان مباراة الذهاب من غير أي ضغوط، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وهنلعب تاني على المكسب في كازابلانكا. مش جديدة على النادي الأهلي، أنا حكيت لحضراتكم امبارح حاجات كتيرة جدا تشرفت بإن أنا أكون حاضر في واحدة منهم. الأهلي كسب الوداد في كذا في دوري الأبطال قبل كده مرتين. إحنا مسافرين ومعانا أفضلية نتيجة لقاء الذهاب. مش انا اللي هكون مضغوط، الوداد اللي هيكون مضغوط. الوداد هيكون مضغوط بجماهيره، بخسارته في القاهره، هيلعب تحت ضغط هذا الجمهور الكبير المحترم الواعي، جمهور المغرب طبعا، جمهور رائع. مره تانيه وخليني ااكد لحضراتكم ان لعيبه النادي الاهلي بعيدين تماما عن الاعلام والسوشيال ميديا، كل تركيزهم فقط في شيء واحد فقط، ان انا اسافر بكره الخميس ان شاء الله هيسافروا العصر، يوصلوا هركز في مباراه ال 90 دقيقه اللي هلعبهم ان شاء الله يوم الاحد بالليل. عشان ايه؟ عشان حاجه واحده، اكسب هذه المباراه وارجع بالبطوله. النتيجه دي مش بتاعتي، النتيجه بتاعت ربنا. انا كلاعب عليا الاجتهاد، عليا ان انا اقف مع المدير الفني بيقول لي اسلام مثلا، يعني كان جوزيه، أنا مش عايزك تخش لجوه يا إسلام، أنا عايزك دايما تجري على الخط أو تروح من على الخط. خلاص همشي على الخط مع إني أعرف أخش جوه. لا، هو عايزني أخش على الخط أو أمشي من على الخط علشان يبقى بيفتح سبيس أو بيفتح مساحة لحد إن هو يخش فيها تاني. فدي خطة المدير الفني اللي أنا لازم ألتزم بيها كلاعب. إن شاء الله ترجعوا بالبطولة، تفرحونا، تفرحوا جمهور النادي الأهلي، تفرحوا مصر كلها. وتكملوا كتاب التاريخ بقالكوا 3 4 5 سنين بتكتبوه. حضراتكم كلاعبين بتكتبوا هذا التاريخ باسم ومع النادي الاهلي. انا مش هتكلم عن تحكيم، ولا هتكلم عن حضور جماهيري، ولا هتكلم عن اشياء بره الملعب، انا كل اللي هتكلم عنه 90 دقيقة تفصل النادي الاهلي عن لقب دوري ابطال افريقيا.